لو انت زي حالاتي بتشتغل على اكتر من حاجه في نفس الوقت، بتنقل من حاجه للتانيه، فهقول لك على تريك ممكن تعملها في الويندوز هتساعدك انك تنظم الشغل قدر الامكان. لو دوست على علامه الويندوز ومعاها تاب هتلاقي الشاشه طلعت معاك بالشكل ده، هتلاقي فوق كده كلمه صغيره هتلاقي عليها علامه زائد وبيقول لك نيو ديسكتوب. لو دوست عليها هيعمل لك ديسكتوب تاني، ديسكتوب تاني عليه كل الملفات اللي مفتوحه، البرامج اللي انت فاتحها او الكروم تابس اللي انت فاتحها، وبتكون منفصله عن اي ويندوز تاني. فممكن تكون بتشتغل على مشروع معين، هتسمي الديسكتوب ده باسم المشروع وتفتح كل الملفات اللي ليها علاقه بالمشروع ده هناك، مش هتفتح اي حاجه تانيه. ولو عايز بقى ان انت تسيب المشروع ده وتروح تذاكر شويه وليكن، فهتعمل ديسكتوب تاني تسميه مذاكره او ستادينج او ايا كان، وتفتح التابس او الملفات بتاعه المذاكره بحيث ان انت تقدر تنقل ما بين الاثنين بسهوله وما تتشتتش ما بين حاجه والتانيه. ممكن برضو تعمل ديسكتوب تاني مثلا لو انت جيمر وبتلعب من وقت للتاني، فبحيث ان انت تفصل الحاجات دي كلها عن بعضها وتستفيد بالوقت اكبر قدر ممكن. لو عايز تعرف اكتر بعض التيبس عشان تزود انتاجيتك وانت بتشتغل على الانترنت، اشترك دلوقتي في قناه رائد اعمال اونلاين ايبرينرز.